العام 2023، القرن 21. كامرأة أطالع من حين لآخر تاريخ بنات جنسي ما وثق منه على الأقل، أشعر أن الزمن متوقف منذ قرون. أن تكوني فقيرة من خلفية اجتماعية قد يصفها البعض حتى في يوم الناس هذا بالوضيعة، أن تكوني غير متعلمة، يعني أنك خارج كل معادلة وكل حسابات، لست أهلا حتى لتكوني على الهامش الذي تنتظر فيه نظيراتك المتعلمات المثقفات المستقلات ماديا واجتماعيا. أعود بكم إلى ثمانينيات القرن 19. غرغرين الفك كان مرضا شائعا بين فئة من نساء بريطانيا، تحديدا في العاصمة التي كانت تقلع بسرعة مدفوعة ببخار الثورة الصناعية. أحماض فسفورية تنخر الفك وتنتقل إلى المخ وتؤدي إلى موت رهيب. هذا ما كانت تتعرض له بشكل يومي فتيات ونساء كن يعيشن على هامش عاصمة الضباب في مساكن قذرة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كنا عاملات مصانع أعواد الثقاب. تلك المصانع، وعلما منها أن المرأة لا وزن لها في المجتمع، كانت تجبر هؤلاء النسوة على العمل لساعات طويلة وسط أبخرة الفوسفور الأبيض شديد السمية كانت تستخدمه لرفع هامش الربح. إن تحدثت لزميلتك أو تأخرت قليلا أو أسقطت عود ثقاب على الأرض يخصم من راتبك الزهيد. كان ضربا من ضروب العبودية وصفته الكاتبة والمحاضرة المدافعة عن حقوق المرأة آنذاك آني بيزنت في مقال صيف العام 88 800 ألف بالعبودية البيضاء، لتتفجر ثورة عاملات أعواد الثقاب التي أدت إلى تحسين ظروف عملهن بل وظروف عمل نساء أخريات في بقاع مختلفة من العالم. اليوم لازلنا نعيش عبودية جديدة كنساء في مجتمعات الرجل فيها هو الخصم والحكم. أنا وأنت وأنت والأخريات موضوع مفتوح للنقاش، لإطلاق كل صنوف أحكام القيمة، للمعاينة وحتى اللمس. وش لا يحق لنا الاعتراض. إن تمكننا من هذا الحق الأساسي البديهي، نجد طائفة تضعنا في قفص الاتهام، إما لأننا مثقفات متحررات من قيود المجتمع أكثر من اللازم، أو محتشمات خاضعات أقل من اللازم، أو لمجرد تواجدنا في الفضاء العام حيث الرجل هو السيد. أنا وأنت وأنت والأخريات. العراقية طيبة العلي قتلها والدها ليغسل عاره بعد أن قررت ألا تعيش مع أسرة تتستر على أخيها الذي اعتدى عليها جنسيا. أنا وأنت وأنت والأخريات. المصرية نيرة أشرف قتلها زميلها في الجامعة بعدة طعانات لأنها رفضت الزواج منه. أنا وأنت وأنت والأخريات. اللبنانية زينب زعيتر التي قتلها زوجها بعشر رصاصات أمام أطفالها وبمباركة أهلها لأنها نشرت صورة على موقع للتواصل الاجتماعي دون حجاب، وآخرون أضافوا بهارات للقصة واتهموها بالخيانة. أنا وأنت وأنت والأخريات. المغربية أمينة الفلالي التي قتلها القضاء والمجتمع بقرار تزويجها من مغتصبها، فكان الانتحار طوق نجاتها من موت محقق كل يوم إلى جوار الوحش الذي انتهك جسدها. أنا وأنت وأنت والأخريات. طفلة تيفلت حكمت عليها أسرتها بالجهل ومجتمعها بالخوف والضعف، اغتيلت طفولتها وطفولة الابن الذي كان ثمرة اغتصابات متكررة مذ كانت في 11 من عمرها. الطفلة الأم رغما عنها، هل تكون عود الثقاب الذي يشعل جذوة ثورتنا على كل هذا الظلم والاستباحة وتنهي سنوات الحجرة التي نصارع لرفعها في دوامة أبدية وكأننا النسخة المؤنثة لسيزيف ولكن دون مكر أو خداع؟ كل من ذكرت لسنا الأوليات ولن تكن مع الأسف الأخيرات،
هن الشجرة التي تخفي أدغالاً وليس غابة. هن الدليل أننا، أنا وأنت وأنت والأخريات، لازلنا حتى اليوم فتيات أعواد الثقاب.